فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الميثاق أو منزلة العهد، وكلاهما بمعنى. وأحببت اليوم أن أتحدث عن منزلة الميثاق لنختم بها هذا الموسم الإيماني، عسى أن نلتقي بحول الله عز وجل بعد شهر إن شاء الله في موسم آخر، سائلين المولى جلت قدرته أن يثبتنا على الحق بالحق على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو عنا راض. منزلة الميثاق أيها الإخوة الأفاضل هي من المنازل التي يجب على المؤمن أن يستمسك بها، وأقول هذا الكلام ليس من باب سرد المدائح أو الأوصاف العامة التي تتعلق بأي منزلة من منازل الإيمان، ولكن أقول وأنا أعي ما أقول إن منزلة الميثاق أو العهد هي مما يجب وجوبا على المسلم أن يرعاه في دينه، والغفلة عن هذا المعنى تؤدي إلى كثير من الشرود عن باب الله وإلى بطء التوبة إلى الله عز وجل أو إلى انعدامها بإطلاق والعياذ بالله. والمقصود بالميثاق أن الله عز وجل عاهد إلى المسلمين بل إلى الناس أجمعين، والمسلمون منهم آمنوا وقبلوا هذا العهد فكان ميثاقا لهم، وهذا العهد هو عهد الإسلام وعهد الإيمان وعهد الثبات على الحق وعهد السير إلى الله عز وجل على بصيرة صلاحا وفلاحا حتى يكون أمر الله سبحانه وتعالى من رضوانه ولقائه. وقد ذكر الله عز وجل هذا اللفظ وهذا المعنى أيضا لفظا ومعنى مبنى ومعنى أو معنى فقط في كثير من الآيات، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، ومن ذلك قوله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الخطاب هو للمسلمين خاصة في هذه الآية، كما أن الله عز وجل خاطب الناس أجمعين، وذلك قوله سبحانه أي بالعهد أو الميثاق ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم، فعاهد إلينا جل وعلا عهدا، وحينما أسلم من أسلم من الناس صار هذا العهد ميثاقا عليه، ولذلك ذم جل وعلا ذم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ينقضون عهد الله، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فالله جل وعلا عاهد إلى الناس كل الناس ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وبعد العهد دخل في دين الله من دخل، من دخلت الهداية في قلبه، فصار ذلك ميثاقا في قلوبهم واثقهم الله به. وإنما معنى الميثاق في العربية من الوثوق ومن التوثيق، وهو الوثاق أي القيد الذي تقيد به دابتك حتى لا تشرد. واثقه ووثقه ميثاقا ووثاقا أي قيده بحبل أو سبب أو سلسلة. والمسلم حينما خضع لله الواحد القهار فكأنما قيد يديه ورجليه من أن يتحرك نحو الشر ومن أن يخرج عن الصراط المستقيم أو يزيغ. فالمؤمن الذي يستجيب لله مؤتمرا بأمره ويستجيب لله منتهيا بنهيه هذا له ميثاق، وقد استجاب إلى الله عز وجل بميثاق العهد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان.
وذلك أيضا كان بالمعنى وإن لم يكن باللفظ في الآية التي ذكرناها أكثر من مرة، وذلك قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا عهد، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فصارت تلك الشهادة من ذرية الناس في عالم الذر ميثاقا وعهدا، فمن وفى فقد وفى، ومن لم يوفي فقد نقض العهد، ومن نقض العهد فمصيره معروف ذكرناه من قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. العهد يجب أن نراجع أنفسنا في ضوئه وعلى وزان بنوده وأركانه. كل منا تعلقت بربقته وبذمته مواثيق الميثاق وأركان العهد، لا يجوز لك أن تنقض شيئا منها قصدا وإرادة، وإلا فإن صاحب ذلك أي الناقض لعهد الله يستتاب، وإلا فمصيره الخراب والعياذ بالله. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الميثاق الذي سمي في صيغ أخرى بالبيعة الشرعية، يأخذها من المسلمين، ولها صور متعددة ليست فقط بمعنى بيعة الإمام الأكبر، هذا معنى نعم موجود، لكن هناك معنى دون ذلك وأشمل من ذلك، وهو ما سمي في الشريعة الإسلامية ببيعة الإسلام، حيث كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضايا محدودة، كما وقع في بيعة الرضوان مثلا. من استجاب لهذه البيعة؟ إنما استجاب إليها الأنصار والمهاجرون، أي قوم مسلمون سلفا، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيله. ونزل في هذه قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى أن يقول جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم جل وعلا، بلا تشبيه ولا تعطيل. وكان من الصحابة من يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا شيئا، يبايع على قضية واحدة عمره ما يسعى إلى طلب يطلب رب العالمين. ومنهم من بايع على أن لا يشرك بالله ولا يزني، إلى غير ذلك مما تضمنته آية بيعة النساء في سورة الممتحنة. النساء كن يبايعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحيث يبايع الرجال بنص هذه فيكون آنئذ بيعة الإسلام، وحيث تكون في حق النساء تسمى بيعة النساء. وكان هذا العهد أو الميثاق ربقة قوية في أعناق الصحابة، بموجبها استشهد في سبيل الله من استشهد منهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وبقي من بقي منهم على العهد لأنه يشعر بثقل الميثاق، حاس بأنه عطي العهد لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باش يأمن بالله وما يسرق ما يزني ما يفسد ما يشرب خمر، لا يفعل شيئا من المنكرات والموبقات، أعطى عليها عهد. فكان إسلامهم من نوع خاص، عهدا بينهم وبين ربهم الذي خلقهم. ثم أيضا ورد من هذا المعنى ما ذكرناه قبل في أواخر سورة البقرة من قولهم: سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حينما نزل قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاستشكل الصحابة ذلك كما بيناه قبل، يعني إذا حاسب الله عز وجل الإنسان على خواطره فلن يدخل أحد الجنة أبدا، لأنه لا أحد يستطيع أن يتحكم في خواطره، والخاطرة قد تلقى من الشيطان الوساوس،
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه مشكلة. فاستشكل الصحابة ذلك وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الاستشكال. قال لهم: ويلكم، قولوا سمعنا وأطعنا، أتريدون أن تكونوا كقوم موسى إذ قالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، رضوا بقضاء الله وقدره فيما وضع عليهم أو عنهم، فرضي عنهم الرحمن بذلك، ونزل نسخ هذه الآية، وذلك في أواخر السورة حينما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو النسخ، والتخفيف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآيات. حينما قال الصحابة ذلك والمسلمون بعدهم إلى يوم القيامة، لأنهم يقرؤون الصورة ونزلت فيهم، قال لهم الحق جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة، لأنه خفف عنكم ولم يحاسبكم بما يخطر من وساوس الشيطان في قلوبكم. واذكروا ذلك وميثاقه، أي اذكروا أيضا ميثاقه الذي واثقكم به، لأنكم قلتم سمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور، حتى لا ينوي أحد خلاف ما أظهر ويبطن عكس ما يقول. فليس مع الله حيلة ولا تلاعب بشرعه جل وعلا، لأنه سبحانه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الميثاق الذي أخذه المسلمون على أنفسهم بين يدي ربهم وأخذهم الله عليهم واثقهم به، حل كتفهم به، واثقهم به، لأنهم قالوا ذلك رضا، سمعنا وأطعنا. فإذ تذكر ذلك، أي أن الله أنعم عليك ابتداء، وتذكر الميثاق الذي وقعته بيدك بين يدي ربك وأقررت عليه بشهادة لسانك، فكيف تنقضه بعد ذلك؟ وكيف تخونه؟ إذن تكون ناقضا لعهد الله، وتكون خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين، والعياذ بالله. هذا الميثاق هو الذي صنع حركة الإيمان في التاريخ، هو الذي جعل المسلمين يبنون عمارة الأرض من بعد ما بنوا عمارة الإيمان في قلوبهم، ولولاه لخربت الذمم. في حروب الردة التي قادها أبو بكر وأعلنها رضي الله عنه وأرضاه، انهزم المسلمون مرة أمام مسيلمة الكذاب. مسيلمة عدو الله الذي ادعى النبوة، جمع جيشه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من المرتدين والمنافقين، فقاتل أبا بكر وجيوش المسلمين، وكانت له حيل خبيثة. فمرة مثلا من بين الحيل التي قام بها أنه جاء بأسلوب عسكري جديد لم تألفه العرب من قبل ولا المسلمون طبعا، فأفزع بذلك جيوش المسلمين، ورجعت خيولهم يضرب بعضها بعضا، وارتبكوا وقتل منهم الكثير، حتى جاء الناس فزعين إلى أبي بكر كما قال عمر: إن القتل قد استحر بالقراء، أي حفاظ القرآن وعلماء الصحابة، قتل منهم الكثير في معركة اليمامة، وهي واحدة من معارك حروب الردة، قاتل فيها المسلمون الذين ارتدوا، أي قاتلوا الذين ارتدوا من العرب. قام هذا الرجل مسيلمة بصنع حيلة، إذ أخذ الشنان الشكاوي اللي كان مخضوف فيهم اللبن زمان، جمعوا شنة، فنفخها وعلقها على صدور الإبل، وركب الفرسان الإبل، فجعلت الإبل تركض وتضرب بركبانها، تضرب هذه الشنان، الجمال كيجري وكيضربوا بركبهم الشكاوي منفوخين، فأحدث بذلك جلجلة وبلبلة، حلا غادين كيضربوا الطبولة. فما صار هؤلاء بمنظر المقاتلين كما هي العادة
ففزع من ذلك الخيل، خيل المسلمين، جيوش ديال المسلمين، هذوك العودان ديالهم تخلعوا، لأنها رأت شيئا غريبا، حلت بلاش وحوش غريبة جاية. فاضطرب الفرسان وارتبكوا، واضطرب المقاتلون من المسلمين وهزموا هزيمة شديدة، وقتل منهم الكثير في تلك المعركة. نذكر ذلك لما نحن نتحدث عن الميثاق. إذا استعلى الإيمان وقوي في القلوب فإن الحيل لا تغني في هزمه أبدا، ولا أي وسيلة من الوسائل القتالية الفتاكة قديما وحديثا. ونعلم ما تطورت إليه أسلحة هذا الزمان. قام رجل من الصحابة على ربوة، واحد من الصحابة طلع لواحد الكدية ورفع سيفه في السماء يقول: من يبايعني على الموت؟ فالتف حوله الذين عاهدوا وبايعوا رسول الله من قبل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعوه على القتال، وقيل في بعض الروايات على الموت. والتف حوله من الصحابة أيضا من لم يفز ببركة تلك البيعة، ومن التابعين من ود لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مبايعا على العهد والميثاق. التفوا حول هذا الصحابي ونزل بهم إلى ساحة الوغى وقاتل حتى فتح الله على يديه. الميثاق شي حاجة كبيرة، لأنها تقطع صلتك بالدنيا وتفتح لك باب الآخرة، باب الله عز وجل، تفتح لك ذلك المعراج الذي تدل منه حبل الله، ألا وهو كتاب الله. كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض كما في الحديث الصحيح. تعتصم به، واعتصموا بحبل الله جميعا. وإنما الاعتصام بحبل الله أن تستجيب للعهد وتجعله ميثاقا يتعلق بذمتك، تخضع له وتستجيب لأمره ونهيه، وتتذكره كلما كادت قدمك أن تزل، كلما كادت قدمك أن تزل أو أن تضل تذكرت العهد والميثاق ثم رجع بك، لأنك موثق من أن تضل أو أن تزل. وأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن بعض العبادات وذكر أنها هي العهد وهي الميثاق، كما قال في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد كانت ميزانا للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة من بعده، بل ولعلماء الأمة في التاريخ يعرفون بها قيمة الإنسان. كان الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله ينظر صلاح الإنسان في الجرح والتعديل، ينظر صلاح الإنسان في صلاته، فإن صلحت أخذ حديثه وإن فسدت رماه. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله يقول: واعلموا أن خير أعمالكم عند الصلاة، فمن حافظها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وإنما أخذ عمر من حديث نبوي صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة. ولذلك كانت عهدا، بل كانت علامة على استمرار العهد وبقائه، لأنها فعل وترك، فعل فأنت تقيمها وتستجيب لمولاك فيها، تناجيه وتعبده جل وعلا، ثم بها أنت تترك الموبقات والمنكرات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقد بينت قبل أن في هذه الآية من اللطافة والجمال في التعبير القرآني ما نسب فيه الحق جل وعلا فعل النهي للصلاة، لأن اللي كينهى وكيأمر عادة هو الشارع رب العالمين أو من ينوب عنه وهو العالم المصلح، ففعل الأمر والنهي ينسب أصالة لمن يعقل أن يصدر عنه أمر ونهي، بينما في الآية نسب إلى الصلاة، هيأ لنا الصلاة
كأنها نبي مرسل تنهى عن الفحشاء والمنكر. حل الصلاة شي بندم جاي عندك يقولك اتق الله صديلك تأمرك وتنهاك أن تكون من الفاسقين. شيء عجيب. إذا كانت الصلاة صلاة، إذا كانت الصلاة صلاة أي أقيمت، أما الصلاة التي ليست قائمة ولا مستقيمة فليست بهذا الوزان ولا على هذا الشرط، لأن الله قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم من الإقامة، وما يفعله المأموم عادة من الإقامة لا يسمى في الحقيقة إقامة، وإنما هو ألفاظ الإقامة. لما يقول قد قامت الصلاة هذه الألفاظ ديال الإقامة، ووظيفة تلك الألفاظ إنما هي إعلان أذان. هل لك أذن؟ وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أذانا أيضا، وذلك في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة. يعني الأذان الأول اللي كيكون في الصمعة وهو إعلام البعيد ليأتي إلى المسجد، والأذان الثاني وهو الإقامة وهو إعلام القريب الذي بداخل المسجد ليقوم إلى الصلاة. أما قوله عز وجل وأقم الصلاة وأقيم الصلاة أيضا في الآيات الأخرى، فليس المعنى أن تقول قد قامت الصلاة، كلا، ذلك جزء من معنى الإقامة. وأقام الشيء يقيمه، وقف أوقفه، كان مائلا أو منكسرا أو ساقطا فأقمته، أراد أن ينقض فأقامه، مايل وعود بناه مزيان مقد. فإقامة الصلاة أي أن تجعلها مستقيمة، وما استقامتها؟ أن تكون متجهة إلى الله وإلى الله وحده، وفي ذلك ما فيه من المجاهدة، إن ماشي سهلة. إبليس يلقي في روعك من الفتن، خنزب شيطان الصلاة، ما يفتنك عن إقامتها، فتحتاج إذن إلى مجاهدة، ندخل معه في حرب مجاهدة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد عدوك بالقرآن وعدو الله عز وجل، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. نذكر ذلك إذن لنتبين في الأخير أن الميثاق والعهد له صور متعددة، وعلى المؤمن أن يأخذ باله على ذلك حتى إذا كتب الله له أن يقضي لحظة من لحظاته فردا عصمه الميثاق من الانزلاق. ونخص بالذكر من كل ذلك أصول هذا الميثاق، وهي أولا توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا الذي وجب على المؤمن أن يأخذه مأخذ الجد ومأخذ العهد، فكلما غواه أو زين له الشيطان شركا ظاهرا أو باطنا تذكر العهد، عهد الله عز وجل بالتوحيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، شرك، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. توحيد. هذا صراط مستقيم. وإنما التوحيد أن تستقيم على أمر الله عز وجل في عقيدتك مخلصا له وحده. قد ذكرت قبل في هذا المكان وفي غيره أن زبدة التوحيد إنما هي الإخلاص، إنما هو الإخلاص لله الواحد القهار. ولذلك سمى صورة التوحيد صورة الإخلاص، ما مسميها شيء صورة التوحيد، هي صورة التوحيد مضمونا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخلاص. الإخلاص أمر قلبي وجداني، يعني إحساس شعور، بينما الصورة تعطينا معلومات عن ذات الله جل وعلا وصفاته
سبحانه وتعالى كما ينبغي له إثباتا وتنزيها. فما علاقة ذلك بالقلب والوجدان؟ علاقته أنك إذا علمت أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وجب عليك ألا يتعلق قلبك بأحد سواه، ما دام كل حوائجك كل مصالحك كل أمور دنياك وأخراك لا يمكن أبدا أن تحصل عليها إلا منه جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني اللي نسميه بالدرجة الزهر، شي واحد ما خدمش غير الزهر وربح ونجح، لا مع الله عز وجل ما كينفع شيء الزهر، اخدم عتوصل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مول الزهر ما ينفعوش شيء الزهر ديالو مع رب العالمين. فأفعال الله عز وجل لا تقع سدى، وإنما هي حكم، هو الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم الخبير جل وعلا، فعله جل وعلا منزه عن العبث. وبذلك إذن إذا حصل هذا اليقين في القلب تعلق بربه مخلصا له وحده، فكلما داخلك شيء من التوجس خوفا على رزقك مما يضر بدينك وبثباتك فاذكر العهد، اذكر العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، واحذر أن تكون ممن نقض العهد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، تلك نتيجتهم خسران، ذلك حكم رب العالمين عليهم. وكل من أبق، والإباق هو فرار العبد من مولاه، فإذا أبق العبد من مولاه رب العالمين إلى أين؟ فين غادي يهرب؟ وإنما الذي أراد أن يفر إنما يفر إن كان عاقلا كيسا فطنا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هو مصدر الأمن، إذا فزعت ففر إليه، هو مصدر الطمأنينة، فإذا قلقت واضطربت ففر إليه، هو مصدر الرزق، فإذا جعت ففر إليه جل وعلا. فإلام إذن وعلامة تفر إلى غيره مشركا به ناقضا عهد الإخلاص، هذا أول شيء وأهم شيء وجب على المسلم أن يتعلق به، عهدا من الله وميثاقا بقلبه يتذكره يبيت عليه ويصبح، فيكون له حصنا حصينا بإذن الله، حتى إذا زل سهوا ندم وشعر بالأسى يعتصر قلبه وأسرع تائبا آئبا إلى الله عز وجل فيتوب الله عليه متابا. الأمر الثاني بعد هذا أن يعتصم العبد في ميثاقه بالقرآن العظيم حبل الله، هو من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها. القرآن، احذروا أن تصيبكم شكوى رسول الله، وقال الرسول: رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذلك عهد أيضا، ذلك ميثاق أيضا. فقد أمرنا بأن نعتصم بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، تمسيك بالكتاب أولا وإقامة للصلاة. وإنما التمسيك بالكتاب العهد أن تجعله رفيقك في خلوتك في وحدتك وفي جماعتك وفي أسرتك حيثما كنت، ترحل به ويرحل معك، لا ينبغي أن تخلي أيامك ولياليك من القرآن العظيم. ولذلك ذكرنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل في مجلس آخر غير هذا، حيث كان يدرب أصحابه على الارتباط بكتاب الله، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام المروي في الموطأ وفي صحيح مسلم أيضا: من نام عن حزبه بالليل فقرأه بالنهار ما بين الفجر والظهر كان كمن قرأه بليل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة
أن يمسكوا بالقرآن وأن لا يفارقوا، يقرؤونه، يرتلونه، يصلون به، حتى سميت صلاة الليل قرآنا كما سميت صلاة الفجر قرآنا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأنها صلاة تطول فيها القراءة كما في حديث عائشة، فكذلك قرآن الليل. إنما كان قرآن الليل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه صلاة، وهذا هو المقصود بحزبه، الحزب اللي ورد في هذا الحديث ليس كما نفعله في زماننا، كلا، وإنما كان صلاة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهو قائم يصلي بالليل. وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أي بعض الليل، لو كان له حزب، لو كان له ورد يقرأه، رتبه على نفسه. وحينما ترتب على نفسك القرآن وصار حزب، ما معنى حزب؟ يعني أنه ورد تقرأه على عدد معين من الآيات كل يوم، هذا عهد، ميثاق، شيء تدوم عليه، عهد وميثاق. وإنما سمي وردا أيضا عند كثير من السلف الصالح لأنك كأنما تشرب منه. إنش هو الورد؟ الورد هو العين ديال الماء، بقي نستعملها حتى الآن، كيقولوا كيورد البهين، ورد كيشربوا. الورد هو عين الماء أو ساقية مما يارده الذي يشرب. فالقرآن ورد، ونعم الورد إذا شربت منه كل يوم سقاء من الآيات والسور، فإنك بإذن الله لن تعطش يوم القيامة، وإنك بإذن الله تكون ممن يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه. وحوض رسول الله من أعجب الأحواض، قال عليه الصلاة والسلام فيه: حوضي مسيرة شهر، يعني طوله كعرضه مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وزواياه سواء، هذا أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مربع الشكل، زواياه سواء. إذا مشيت على الطول تمشي شهر على رجليك عاد يتسلى الحوض، مشيت على العرض كتمشي شهر على رجليك عاد كيتسلى الحوض. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وحوله كؤوس كالنجوم. الناس إذا شربوا منه، أي المسلمون الصالحون، فإنهم لا يعطشون بعد ذلك، لن يعطشوا بعده أبدا. الورد الذي يجمع لك هذا الري يوم القيامة هو القرآن العظيم، ورد ترده في الدنيا ويشفع لك يوم القيامة، ويدافع عنك النار، يدفعها عنك دفعا، لأنه كلام الله جل وعلا، إذا تمسكت به فنعم المتمسك ونعم المتمسك. إذا شديت فيه شديت في المعقول، وانت أيضا تكون آمن محفوظ يقينا لا شكا ولا وهما ولا ظنا، من تمسك بكتاب الله كان محفوظا يقينا. لما؟ بسيط، لأن القرآن محفوظ، فمن تمسك بالمحفوظ لا يكون إلا محفوظا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فرب العزة يحفظ كتابه ويحفظ بالتبع كل من تمسك بكتابه. ولذلك كان أهل القرآن أهل الله، كما في الحديث الصحيح أيضا: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإنما أهل القرآن الذين يقرؤونه مقبلين لا مدبرين. فهناك من يقرأ القرآن مقبلا على الله، كيقرأ القرآن والقرآن يسير به بحال القرآن هز كديك لعند الله مقبل، لكن مع الأسف منا من يقرأ القرآن مدبرا، كيقرأ القرآن وعطب الظهر اللي خلقه غادي لطريق أخرى لطريق الفساد والضلال. فلا يكون قارئا حقا إلا من قرأ القرآن متعبدا خاشعا ذاكرا يصلي به إذا نشط، لقاف صحته قوة وفي النفس ديالو إقبال، يصلي به الليل من حفظه أو من مصحفه، عهدا عليه أن يقبل على الله عز وجل، وميثاقا واثقه به ربه حتى لا يكون ممن اتخذ القرآن مهجورا.
ويكون من المقبلين على الله. توحيد الله عز وجل أول العهد، تذكره بقلبك وتتعرف عليه معرفة، تحاول أن تقترب من ربك لتجد جلاله بقلبك، أي تجد عظمته، تشعر بذلك، ولا تكون كمن قال فيهم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلا يمكنك أن تقدر الله حق قدره إلا إذا تعرفت على جلاله وجماله، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص توحيد الله عز وجل. ذكرنا هذه أولى، وذكرنا الثانية كتاب الله، تمسك به وتقبل من خلاله على ربك، تصحبه معك أينما كنت. والثالثة من العهد الصلاة. الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا كانت هي العهد على سبيل الاستغراق والشمول، كأنه قال كل العهد مضمن في الصلاة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في الصلاة يوجد توحيد الله، وفي الصلاة يوجد القرآن العظيم، وفي الصلاة توجد كل أعمال الإسلام أمرا ونهيا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فمن استقامت صلاته على وزان الدين وعلى الصراط المستقيم فلا يخاف بعد ذلك دركا ولا يخاف غرقا بإذن الله عز وجل. هذه الصلوات الخمس من حافظ عليهن على مواقيتهن وعلى أدائهن بمساجدهن كن له عتقا من النار، ولا يكون جزاؤه آنئذ إلا الجنة، كما في أحاديث كثيرة صحاح. من صلحت صلاته على التمام والكمال كان من أهل الجنة. لا يكون ذلك بشرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن هذه الصلاة عهدا، كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه ميثاق. فهي قنطرة إذن تخرج بك من ضيق الدنيا إلى عرض الجنة وسعتها، طريق مباشرة إلى الله عز وجل، صلة واصلة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، كما في صحيح مسلم. ما العمل إذن؟ العمل تجديد العهد وتجديد الميثاق. كل منا في نفسه أمور معروفة، معروفة نعم، عارفين بأن التوحيد راه هو أصل الإسلام، والقرآن كتاب رب العالمين، والصلاة هي الصلاة. ولكن هل سألت نفسك، هل قطعت يوما على نفسك عهدا بين يدي ربك، وأخذت على نفسك التي بين جنبيك ميثاقا لخالقها ألا تزيغ عن التوحيد، وألا تهجر القرآن، وأن تقيم الصلاة بتعبير القرآن، تقيم الصلاة يعني إقامة، وأن تستقيم عليها. لو فعلت ذلك إذن تكون قد علقت نفسك بعهد وجب عليك الوفاء به، لأن العهد لا ينقضه إلا هالك. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. سيسألك يوم القيامة رب العزة جل وعلا، يسألك: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك قلب فيه ذرة إيمان يضطرب أن يسأل عن عهد الصلاة، ويخشى ويرهب أن يسأل عن عهد القرآن، ويفزع أن يسأل عن عهد التوحيد. كل ذلك أمور وجب عليك أيها العبد أن تراجع نفسك فيها. ما صنعت لله وما تركت لله، لو اعتصمت بهذا كنت من الآمنين بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أولئك الذين خافوا ربهم حينما قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وبمجرد خوفك من الله الآن في الدنيا تذوق من طعم الأمن مقدمة من موائد الآخرة. هو رب العالمين في الآية قال لنا بأنه اللي خافوا رب العالمين في الدنيا خافوه يوم القيامة: إننا نخاف من ربنا يوما
أي اليوم الآخر عبوسا قمطريرا. فالله جل وعلا يجازيهم ذلك اليوم نضرة وسرورا الأمن، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. والنضرة، النضرة هي الطراوة في الوجه، حال وجه ديال الشباب يسمى نضرة. فإذا شاخ الإنسان وتجعد وجهه ما بقيت فيه نظرة، ولا يكون الوجه نظرا ونظيرا إلا إذا كان مرتاحا ليس بشقي. حينما يستبشر الإنسان وتنطلق أساريره ويفرح تظهر على وجهه النظرة، ولقاهم نظرة وسرورا. الأمن، حينما تقرأ هذه الآية وقد انطلق من قلبك الخوف من الله عز وجل، يتحول ذلك الخوف إلى أمن، كما قال الجنيد رحمه الله في دمعة الخشية، قال: إن العين بها لتدمع وإن القلب بها ليفرح. العين تدمع خشية لله، والقلب يفرح بأنه خاف الله. ضدان لا يجتمعان إلا في العبادة، إلا في العبادة حينما يجتمع الخوف والفرح، شيء عجيب. ولا كدموع الفرح، مش بحال ديك دموع الفرح، مختلف تماما. فتلك حالة نفسية أخرى ليس فيها خوف، دموع الفرح ليس فيها خوف وليس فيها حزن. دموع العبادة فيها خوف وفيها ندم على ما فرطت في جنب الله، وفيها خوف من لقاء الله، وفي الوقت نفسه فيها رضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفيها طمأنينة وسكينة وجمال، حتى لا تود أن تعيش حياتك كلها دامعا خاشعا. جمال إذن لا يذوق أحد ذاك إلا في هذا، في هذا المقام وبهذه المنزلة من العبادة، شيء عجيب جدا فعلا. الصلاة إذن هذا المعنى العجيب، إضافة إلى ما ذكرنا، حينما تأخذ ذلك كله عهدا على نفسك وتسائلها ماذا فعلت وماذا تركت، فإنك تستحي من ربك، تتعلم هذا المعنى. ينتقل خوفك إلى رتبة أعلى وهي الحياء، يصبح الإنسان حيا، يحشم من مولاه اللي خلقه. ولو كنت وحدك وغلقت عليك من الأبواب سبعة، فإن الخطيئة تصيبك بالفزع ثم بالحياء، تحشم من رب العالمين أن تكون من الخائنين، لأنك تذكر العهد وتذكر الميثاق. أتقبل على الخطيئة وفي قلبك عهد نصه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ودبك الدرع عصينا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. العهد إذن والميثاق كما ذكرت غاية ووسيلة. غاية لأنه عبادة من العبادات، حينما تخضع لله عز وجل بعهد وبميثاق هذا في حد ذاته عبادة، والعبادة غاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووسيلة لأنه يعينك على طاعة الله ويحفظك من أن تعصيه، فهو وسيلة إلى العبادة، وكل وسيلة إلى العبادة عبادة. حال الوضوء، الوضوء وسيلة إلى العبادة وهو لذلك عبادة. من هنا إذن كان العهد خيرا كله وفضلا كله، ووجب علي وعليك وعلى سائر المسلمين تجديد العهد لله، خاصة أخذ الميثاق فيما يتعلق بهذه الأصول التي ذكرت، مما نص عليها الله عز وجل ورسوله من أنها أخذ عليها ميثاقا من المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم وفقنا أن نكون على عهدك وميثاقك، اللهم وفقنا أن نكون على عهدك وميثاقك، اللهم وفقنا أن نكون على عهدك وميثاقك، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارزقنا عزائم طاعة وعزائم العبادة، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.